طرق جديدة وطرق مبتكرة علشان الأطفال مهما عليهم مش أفضل. من ضمن فعاليات مهمة جدا، من ضمن فعاليات الجامعة النهاردة حاجة اسمها سايفس مصر، مهرجان العلوم المصري. ده بنعمله كل سنة، بنعمل فعالية شهر كامل اسمه شهر العلوم المصري، تمام؟ ده بيتعمل كل سنة. سايفس مصر الفكرة منين؟ فكرة مين؟ فكرة الأكاديمية والوحدة، ابتكرنا التيزر عندنا كل شوية بنحاول نقعد نطور أفكار جديدة نعمل بيها أفكار مبتكرة للأطفال عشان نوصل بيها المعلومات العلمية الصعبة جدا للأطفال إن هم يفهموها بكل بساطة. على سبيل المثال عندنا حاجات هندسية، حاجات رياضية. لو نزلت تحت هتلاقي ملعب كورة، ده أول ملعب كورة بيعلم فيزياء وأحياء عن طريق لعب الكورة وفوتبول. بعد كده معانا إحنا اللي عندنا الأكاديمية. كمان في عندنا المهندس الصغير، ده بيعلمهم هو يبني مباني وكباري بطرق مبتكره ببازلز جديده احنا مبتكرينها في الشغل، تمام. وعندنا مجموعه اكتيفيتي ثانيه كتيره جدا، ازاي يعملوا ريبوت انسان الي وحركه ويبرمجه، ازاي يلعب بيه كوره. كل ده الطفل بيقدر يعرفه من 4 سنين لغايه فوق 18 سنه. في فعاليات ثانيه بنعملها، احنا عندنا برنامج مهم جدا اسمه برنامج المصري للمدربين العلميين. البرنامج ده هدفه بنطور الشباب اللي حابب يبدا يبسط علومه ويشرح علومه بطرق جديده، ولما فهمه ازاي يقدر يستخدم اي اساليب متاحه قدامه كانت سهله او صعبه عشان يوصل بيها المعلومه. ده برضو موجه للاعلاميين وموجه للمدرسين علشان يقدروا يغيروا اسلوب حياتهم ويغيروا حياتهم بطريقه مبتكره وحديثه. انا عايز اعرف حضرتك المشاركين مع اكاديميه البحث العلمي التنظيم اللي احنا زي ما قلت لك عندنا برنامج اسمه برنامج مصر للمحاضرين العلميين، ده كنا بنطور فيه منظمات كتير جدا من المكتبه منها جهات الناس اللي احنا بنعمل تريننج دول بناخدهم بعد كده معانا ينظموا معانا بحيث ان يشاركوا من الاكتيفيتي اللي احنا اتفقنا بيهم معاهم واللي هم كتير بيفتكروها بناء على الكورسات دي او من المنطقه نفسها. عندنا مركز استكشافيه، عندنا الفريق الفينيو، عندنا فريق ثاني اسمه البيروني، عندنا مجموعه اسمها ايري فودز، عندنا مجموعه ثانيه اسمها حلول، عندنا مبادره اسمها ام الدنيا عايز الناس كلها تيجي تستثمر في مصر في الاكتيفيشن اوف ساينس، عندنا مجموعه ثانيه اسمها عتمه القرينه، دول وظيفتهم على الحياه ان هم قاعدين على الانترنت بيوصلوا معلومه بطرق اخرى مصر جديده. معانا ناشونال جيوغرافيكس، تمام، ومعانا ناس ثانيه وجهات ثانيه كثيره جدا بتشارك معانا في الفعاليات. نسب مشاركة الأطفال في الفعاليات اللي انت هنتكلم اراوند من 200 ل 250 يوميا. طبعا وللاسف في ناس كتير كانت عايزه تبقى معانا، بس طبعا ما ينفعش اخد الكم وليس كيف. انا عايز الاطفال تبقى قاعده فاهمه القصه، فلو خدت ناس اكتر من اللزوم مش هقدر اتابع الاطفال دي كلها. ده المهرجان العلومي يمكن الاول من نوع انه مدي حاجه للطفل، الطفل بيعمل حاجه بايديه وبياخدها وماشي، مش بنشرح له بس يبقى فاهم، لا بالعكس بندي له الحاجه دي يفضل واخدها معاه ويمشي عشان يفضل فاكر ان هو عمل ايه. تمام. المؤتمر او يعني المؤتمر العلوم تم تنظيمه سنتين ورا بعض، عايزين نعرف التطور اللي شاهدتوه سنتين. اول سنه كان في بيت السيناريو، وكان في حوالي 6 فعاليات، وكان عدد الحضور فيها تقريبا 600، وكان في اكتيفيتي تقريبا من 3 جهات. تاني سنه نظمنا 10 فعاليات، الاطفال المشاركين هتوصل لفوق تقريبا 1200 1300، ضعف العدد من السنه اللي فاتت. الابتكار ان السنه اللي فاتت كان في المدرسه والكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضه والبيولوجي،